يبدأ تجولنا القصير مشاهدينا بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الشرق الأوسط التي نقرأ منها: أمازون تحقق أرباحا قياسية في اثنين الإنترنت. سجلت شركة أمازون أرباحا قياسية في اثنين الإنترنت أو سايبر ماندي، قائلة إنه كان أكبر يوم تسويقي للشركة في العالم. يشار إلى أن اثنين الإنترنت هو الاسم الذي أطلقته شركات تسويق على أول يوم عمل بعد عطلة عيد الشكر. نطالع من صحيفة النهار اللبنانية: الاحترار المناخي يغير شكل الفئران ويدفعها إلى الهجرة شمالا، بل هو الاحتراز إذن. أظهرت دراسة حديثة أن الاحتراز المناخ يؤدي إلى تغير في شكل الفئران ويدفع أنواعا منها إلى الهجرة شمالا، حيث الشتاء صار أكثر اعتدالا. لا أعلم هو الاحتراز أم الاحترار. على العموم مشاهدينا، نتحول إلى صحيفة اليوم السابعة المصرية: جوجل تطلق تطبيقا جديدا لمساعدة مستخدمي أندرويد على تقليل استهلاك الإنترنت. أطلقت شركة جوجل تطبيق ديتالي لمستخدمي نظام أندرويد يهدف إلى مراقبة استهلاك باقات الإنترنت بشكل دقيق، إذ يقوم التطبيق بمراقبة استهلاك الإنترنت مع تقديم تقارير آنية. وإلى صحيفة الوطن مشاهدينا، التي نطالع منها: في الصحة 70% من مرضى الإيدز لا يعلمون الإصابة به. جاء في تفاصيل الخبر: أكدت منظمة الصحة العالمية ضرورة إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز وتشجيع الجمهور على الخضوع لهذا الاختبار، وحث المتعايشين مع الفيروس ليكونوا على علم بإصابتهم بالفيروس ثم ليسعوا إلى تلقي العلاج. ختاما من صحيفة الوئام السعودية التي عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم: فيسبوك تطلب من المستخدمين صورة لإثبات شخصيتهم. بدأت منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك بالطلب من المستخدمين تحميل صورة شخصية للتحقق من أنهم أشخاص حقيقيون وليسوا روبوتات، وتجري المنصة اختبار عملية التحقق التلقائي من الصورة على مجموعة صغيرة من المستخدمين.